مادام ان الحكومه اللي خرجت هذا القرار يعني راه شيء ايجابي باش نحاربوا كورونا وباش نعيشوا حياتنا عادي كما الاول. ما كاين لا شي كون تخوف اصلا، حيت مادام قالوا من فوق 18 عام غادي نبداو نديروا هذا التلقيح، سي بون راه مزيان، حنا كبار وقادين نتحملوا مسؤوليتنا راسنا اولا، علاش غادي نخافوا مادام دراري صغار ما غاديش يديروا هذا التلقيح؟ يعني حنا سي با غراف نديروا هاد. والحمد لله هذه فريره طيبه ان شاء الله اللي اتخذتها الحكومه ديالنا واتخذوها الناس اللي مسؤولين على هاد البلاد، جزاهم الله كل خير. ان شاء الله نتمنوا من المواطنين يكون تكون عندهم واحد الاستجابه ويكونوا متفاهمين الوضعيه الوبائيه اللي وصلت لها البلاد، وان شاء الله نتمنوا يكون لقاح ناجع وفعال ويعطي واحد النتائج وواحد المردوديه اللي هي مزيانه ان شاء الله في قادم الايام. واش غادي نقول لك، الناس ما واعياش بالخطوره ديال هذا المرض هذا، واي حاجه اللي هي صادقت عليها الحكومه وبغاتها وهذا الشيء راه كل شيء راه جاي من عند صاحب الجلاله نصره الله، اللي هو خايف على البلاد وخايف على المواطنين ديالو. يعني خص الانسان تكون عنده واحد الشجاعه وتكون عنده واحد الروح ديال المسؤوليه. يعني هذا الشيء راه ماشي كما كنقولوا بالدارجه، راه ماشي اللعب. يعني الناس راه خصها تكون واخده بعين الاهتمام. تلاقيته كثير مزيان وكثير رائع من صاحب الجلاله نصره الله، والله يحفظ ان شاء الله نتلاقاو كلنا الشعب المغربي يعملوا، وان شاء الله نتمنى وبلادنا ما يبقى فيها لا كورونا ولا شيء، والله يجعل ربي يحيد علينا هاد كورونا من جميع المغرب ومن جميع العالم. انا تنتوجه رساله لجميع المواطنين يتعاونوا مع السلطه ويعملوا اللقاح باش يحيد علينا الله هاد الوباء. وهذا عمل ايجابي اللهم بارك، وهذه عمليه غتكون لصالح المواطنين، والله يهز علينا هاد الوباء. ايوا كيخص في نظري حمله تحسيسيه باش الناس يعني تكون قابله هاد العمليه، لانها عمليه لصالح الجميع. هذا كان في نظري هو الحل الايجابي والحل الناجع اللي يمكن نديروا حد لهذا الوباء ان شاء الله. ونتمنى الناس ان شاء الله يكون اقبال، ولكن كيخص تحسيس المواطنين على هذا العمل، وما يكون غير الخير ان شاء الله. والمواطنين المغاربه الحمد لله الناس واعيين، حنا واعيين، المغاربه واعيين بان التلقيح هو الحل المناسب من هذه الجائحه الله يهزها علينا. ضروري راه لقاح صاحبي كأي مرض عادي، راه عادي تلقى له اللقاح، راه عادي راه يداوي. يعني راه فري التلقاح مزيان، يعني ماشي ما مزيانش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.